السلام عليكم البنات، شوفوا واش راني راح ندير. انا يا راح نفتل البركوكس دركا. كاين ناس يقولوا البركوكس، كاين ناس يقولوا المردود، كاين ناس يقولوا له العيش. انا يا نحب نفتلو بيدي هذه التشيشه. شوفوا ها هي التشيشه خشينه ماشي رقيقه، وكاين اللي يحب يدير شويه طعام ويفتل بالطعام. قولوا دير شويه طعام في بلاصه التشيشه، من بعد ها هي الشيشة، ها هي الشيشة اللي نحيت منها. كل واحد واش يحب يدير بزاف، واحد يدير شوية، واحد كل واحد كيفاش يدير. ها عندي الماء درت فيه شوية ملح باش كينفت البرك أكسجين مليح، وهذا السميد، سميد إكسترا فين غونار. ولي ما عندوش غونار يحب يفتل بكاش مع سميد هذيك فاصون، كل واحد واش عنده. وهذا هذا الغربال، هذا تاع الطعام مي، من بعد نفض به نح به شويه نح السميد هذاك نديرو على جهه كي نفتل، ونعاود نرجع الطعام هذاك اللي نفتل عليه. وعندي هذا الصيار الخشين، عندي هذا الصيار الخشين هذا اللي نح به البركوكس. هذا الصيار تعرفوا شحال عنده؟ عنده 20 سنة هو عندي. وشنو القطع لي شويه في الوسط راه وين، بصح نقدر ندير له بكري ما كانوش الناس عندهم الموين. وانا هذا جايبتهم البلاد، ندير كتانه هكذا ونخيطو. سينو دركا كي نعود راح نواسي كي نفتل ونعود راح نخرج به، ندير له شويه عجين قسمه برك نح به المردود كما قلت لكم بركوكس. هكذا بسم الله نرجع على بركة الله، نرش هكذا هكذا البنات. أنا راني شادة التليفون بيدي ونوريكم برك. أنا قلت لكم درت الملح في الماء باش يجيني مليح. انايا نحب نخدمو بيدي البركوكس. شوفو شحال خطرة راني درت الماء، دوكا ندير السميد، ندير هكذا السميد ونكمل هكذا، نكمل نكمل حتى يطلع، من بعد نعاود نولي ليكم. شوفوا البنات راه مزاله، هاني نوريك لكم برك دركا كي طلعته شويه ها وطلعته. شوفوا دركا راح نحفي هذا كما قلت لكم، واحد يقولوا الخراج، واحد الغربال، واحد السيار، كل واحد شي يقولوا. قلت لكم كي عاد تقطعني هنايا شويه، شوفوا درت له شويه عجين باش ما يطيحش، باش ما يطيحليش البركوكس هذا يطيح لداخل. مي انايا هنا ما كانش، هنا عندنا في فرنسا هذو ما كانش الكبار، هذا انا جايبته من البلاد، وعندي 3 صافي ما هبطتش سي نورمال ما لقيتوش. مي بوغ دي باري درت له هكذا باسكو ماتنا بكري يدبروا ريسانهم، حتى وكاين الخير وكاين كلش في بلادنا، وكاين تقدر هذا تقطع لها ترميه وتشري واحد جديد. بصح هما نو يديروا له العجين هكذا، والله يديروا له ان بياس كوم سا هكذا كتان وخيطوها ويغربلو فيه حتى نعيا هذاك الغربال. ومن بعد شوفوا انايا دركا ها وين وراه مازاله ومع لافا، هاني نوريكم كيفاش كيفاش خرج لي هكذا. شوف دركا انا نديرو هكذا باسكو انا راني شاده غير بيدي تليفون، نديرو هكذا ونخرج نح هذاك الخشين نحو نحطو على جهه، والرقيق نعاود نفتل عليه، نعاود نفتل عرقي شاك فو نخرج فيه هذا الخشين نحو بهذا الغربال بهذا السيار، والرقيق هاو كيطيح لي نبقى نعاود نفتل عليه حتى نكملو. من بعد نولي شوفي دركا بعد ما فتلتو كلش وكملتو، من بعد درتلو شويه فرينه. شوفي درتو هكذا كيما نقولو، كيما نقولو حنايا انا محصو محصتو محصتو مليح هكذا بلا فرين، كملتو كاع. دركا هاني نفضو نفضو من الفرينه ماشي بهذاك الخشين، هاني نفضو في الرقيق.
غير باش طيح لي الفرينه ولا كاش مشويه سميد ولا باش يطيح دركا. شوفي ها دركا انا راح نديرو في الكسكسي فور. شوفوا البنات دركا كيف فورتو ها هوين دركا وندير لاخر باسكو انا درت بزاف ودركا مانيش رايحه ليهم نطيبو حتى الغدوه ولا العشيه جو سي با. ابخي نولي ليكم. شوفوا البنات شوفوا كيفاش فتلتو شوفوا كيفاش فتلتو قبل هاني وريت لكم ودركا شوفوا الحبه قد دخوتها. شوف هكذا انا ماش راح نديرو كاع باسكو انا درت قريب 5 كيلو سميد هادو وشفتوا هذيك شويه تاع التيشه واش خرجت لي وبقات لي شويه خشين هكذا شويه ريسان كي غربلتو نحيتو هذاك شويه تاع الخشين هذاك دلكتو نديرو خبزة فطير نديرها بالزيت وناكلوها مانيش راح نرمي هذيك شويه اللي خشينه بزاف مانيش راح نرميها. شوفوا كيف جاك على حبه واحده انا درت بخاسك 5 كيلو سميد درتهم دوكا انا ندير النص وبرك باسكو عندي وليمه راح ندير نص وخلي النص يبس ونخبيه ونولي ندير غير بشويه كي تنفحنا على البركوكس كيما يقولوا ولا العيش ولا مردود نديرو شويه برك هكذا انا ديفوا نفتلو ونيبسو ونولي كل ما تنفح ندير شويه برك ونوريكم الدوزينه تشوفوها. شوفوا كيفاه جا الله يبارك جاي شهي باسكو هذاك اللي مشري ماشي كيما هذا تاع اللي تفتليه بيدك اللي تفتليه بيدك هاكي ديري له السميد وهذاك راه غير الفرينه. شوفوا كيفاش البنات واش قلت لكم خي قلت لكم راح ندير البركوكس هاني دركا راني ندوزل فيه درت زوج حبات بصل كبار وحبه وراس تاع الثوم رحيتهم درتهم في الكسرونه درت شويه زيت الزيتون شويه زيت الاخر وشويه زبده ماشي بزاف وندير اللحم دركا نديرو يتغلى هو يتغلى شويه وانا ندير ريزيبيس ندير مغرف من هذا كركم مغرف هذو لي زيبيس مخلطين راس الحانوت هذاك فلفل عكري هذا كما راكم تشوفوا فيه حب بسباس حب تهلاوه وكسبر وشويه كرويه وفلفل الكحل عندي وعندي طماطيش عندي الهرماس عندي الحمص وعندي الفول والحار دوك انا باش نبدا نديرها تتغلى ومن بعد نولي لك ها هي وين دركا تغلات. شوفوا واش قلت لكم راني راح ندير هاهم لي زيتيس هكذا ونشوف الا كان لي ناقص ولا نزيد دوك نخليه يتغلى شويه لي زيتيس هادو ديزولي انستغرام شوفوا دوك واش راني هاني درت الماء شوفوا غليت الماء ودرتو دوكا ما قلت لكمش ندير طوماط ليكيد ولا اللي عنده الحب ثاني يقدر يديرها يديرها ها باسكو قلت لكم راح ندير بزاف كل واحد على حساب واش راه يطيب. ها هو الحمص دركا دوكا انا نسكر الكوكوطه تاعي واللحم نخلي اللحم يطيب هو يطيب لي اللحم وانا نوريكم ثاني كيفاش الفول دركا ما نديروش مع اللحم باسكو اون سي جام يعاود يطيب لي بزاف ولا ندير شويه لاصوص ونخليه يطيب وحده باش كي نشوفو طاب ومن بعد كي نعود ندير البركوكس نديرو معاه هذه هي ومن بعد نولي ليكم.
شوفوا البنات هاني بعد ما رجعتوها طيب دركا